بسم الله، معانا موقع حلو عشان تعمل السي في بتاعك وتعمل البورتفوليو بتاعك، اسمه كونكت سي في. بتقول له جيت ستارت، عايز ابدا، فبيقول لك ساين اب. لو انت عندك حساب، انت مجرد بس تكتب الاسم والباسورد وخلاص. هقول له انا لوج ان، الاسم والباسورد، بعد كده بتبدا تختار البروفايل بتاعك. تمام، يعني مثلا تقول له انا عايز اشوف البروفايل بتاعي، بيقول عايز البروفايل ولا عايز السي في. تمام، طيب انا هبدا مثلا بروفايل اهوت. تمام، محتاج ان انت تضيف صوره، اي صوره من عندك على الجهاز، مثلا صوره باتمان. طبعا مش هينفع ان انت تقدم على شغلانه تحط صوره باتمان، بس يعني عايز تحط فيديو عنك بتتكلم عن نفسك، دي حاجه بقت معروفه الفتره دي، ممكن واحد يعمل فيديو يتكلم فيها عن تاريخه المهني. السي في بيسألك بعض الأسئلة، ايه الشركات اللي انت اشتغلت فيها، ايه ملخص سيرتك المهنية، ايه السكيلز اللي انت فيها، إيه الريفرنس لو عايز هو يتواصل معاك. مجرد بتملى البيانات ديت، تمام، وتختار شكل السي في بتاعك، هل هو ستودنت ولا فاكشن ولا ستاندرد. تمام، وتقدر تعمل ابلود لو انت عامل السي في جاهز، او ممكن تعمل شير بحيث الناس كلها تشوف السي في بتاعك، او تعمله داونلود، او تعمله برنت، او تعمل دوبليكيت بحيث يبقى عندك نسختين منه. تمام، وممكن تضيف اي حاجه انت عايزها هنا برضو، لو انت عايز تزود حاجه في السي في زي الجوازه اللي انت خدتها، زي السكولز بتاعتك، الكتب اللي انت نشرتها، اللغات اللي انت عارفها، تقدر تضيف اي حاجه من الحاجات ديت. تمام، وتبدا تملاها بحيث تظهر معاك في السي في بتاعك وانت بتحمله.